تحياتنا لكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا. بمبادرة منا كفريق بدنا نحلها، وأكيد نتيجة شكوى وردت لنا من الأخوة المواطنين بحي المنتزه. نحن اليوم عم نرصد واقع النظافة في مدينة اللاذقية وبعض الأحياء الشعبية من هي المدينة اللي عم تشهد تأزم بواقع النظافة أكثر من غيرها. من حي المنتزه اليوم رح نسمع شكاوي الأخوة المواطنين، رح نكون معهم ورح نشوف الجهات المعنية كيف ممكن تساعدنا بحل هي المشكلة وبهذا الواقع. خليكم معنا لنبلش حلقتنا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، نحن حاليا متواجدين مع الاخوه المواطنين يلي هن كانوا اصحاب الشكوى وتوجهوا لبرنامجنا. سعد اوقاتك. اهلا حبيبي، كيفك؟ شو بتحكي لنا عن واقع النظافه عندكم بالحاره؟ والله نحن كواحد بنظف قدام بيته عم ننظف، بس الزباله بنحطها هون بضلوا يومين ثلاثه لجي ياخذوها، وهالقطاط وهال بتجينا الصيفي بتعرفي بق وما بق، وبنقعد على البرندات طبعا بنلاحظ نحن انه ما في حوايا على ما يبدو بالحاره. على الطريق العام فينا نحن كل يوم ناخذ الزباله على الطريق العام. طيب اشتكيتوا يعني لحدا؟ قدمتوا شيء معروض لشيء؟ لا والله ما قدمنا صراحة، يعني كانوا يجوا كل يوم يشيلوا، بس الله صار لهم بيجي يعني شهر كل يومين والثالث لجوا مرة ياخذوها. يعني أنا صار لي يوم 30 ببيتي ما كنت طلع مش هاللقطات، وأنا ما فيني بالليل والله أروح على الطريق العام كبة. طيب موضوع الحشرات، أنتم ممكن حتى بالشتوية نحن نلاحظ في حشرات معينة تلفع الزبالة، كيف أنتم عم تتعاملوا معها؟ شو عم تعاملوا؟ والله بنسكر شبابيك نعمل عصر وهالبرادي مشان ما يفوت علينا الشيء. هذا الواقع قديش صار لكم عم تعانوا منه؟ والله صار لنا شهر، يعني هن ليك المؤتمر كانوا يجوا يعني، بس هلا صار لنا شي شهر كل ثلاث ايام نجوا مره. يعني هلا شو ابعف هذا شفتوه كيف جو شالوه للزباله، والله ولا حسيت عليهم يعني. يعني ليش؟ خالتي زباله وفي مؤسسه وفي كل شيء، يعني ليش بيجوا؟ صحيح. يعني موصلين عند الدوله عم ياخذوا راتب، صح؟ ايه. نحن رح نشوف هلا وين مكمن التقصير بالموضوع. خالتي انتم في مواعيد معينه لتنطروا فيها سياره الزباله؟ لا ما في مواعيد. هلا مثل الخالي هون هي بتحطهم، يمكن بتجمعهم بضل يومين ثلاثه سياره احيانا بتجي. اول تجي كل يوم هلا بهالشهر هذا يعني اسبوع مره ما اكثر من هيك. هذه ايام تجي الساعه 6 ونص، ايام الساعه 6 ونص تجي. الساعه 6 ونص ايام تجي، كل العالم نايمين هسه عم طالعين الزباله. نحن بنكنس، كل واحد بيكنس قدام بابه. يعني في نظافه عم تكون شخصيه من قبل. نحن عندنا قدام بابنا هيك الصبح كنسته كلياته عبيت كيس هيك. عمي شو كنت عم تعمل مداخله؟ عم قول انه بباديه عم بيجوا بكل العالم نايمه هسه بالستة ونص بالسبعة بيجوا، ما بيكون حدا مطلع شيء. حصوا عليهم. ما بيكون حدا مطلع شيء. يعني طيب ليش جيتون الساعة 7 مثلا؟ بس لحتى انه والله جينا. بعدين ثلاث ايام اربع ايام تتكوى. بيجي عامل نظافه ايش شغلته؟ بيجي بيحمل خمس ست اكياس، كل ايد خمس ست اكياس. بيوقع كيس من ايده ما بيشيله، بتركوه بالارض، بيكون تفضل كيس يعني هنا له شو بده يحمل، بيكون متعبى. بينزت على الارض. بينزت على الارض بتركه بيشيله. وتفضلي شوفي هلا هوني. هل هوني شارين زباري هلا؟ تفضلي هلا شوفي هوني ايش قد في زباري. نحن هونيك لانه عند بيتنا يوميا المدام بدها تكنس محل زبالي، لانه بتكون كميه كبيره مكبوبه بالشارع تطلع ريحه. بدها تكنس لسه بعد لم الزباله؟ بعد منه، بعد منه بيكونوا مكبين الاكياس، كبين الاكياس، اللي بينكب ما بيشيلوه، كيس اللي بينمزق ما بيشيلوه بيتركوه بارضه. طيب عمي انتوا توجهتوا لشي حدا معني بهي القصه؟ حاولتوا تتواصلوا مع البلديه مع لجنه النظافه؟ يعني مع ان كل هالشيء رضيانين فيه يعني، بس والله ثلاث اربع ايام يصير كتشي هيك والحشرات. شايفينها منطقة سكنية جيدة. القطط كمان والهادي، القط بيجي على كيس النايلو بخسخه. بس حتى ايام بتجي كلاب الشاردة بالليل، يعني واحد صارت تلفع المنطقة بتعرف انه فيها زبالة. لكن لان مثلا بتكون فيها احيانا عظمة، بيكون فيها سمك، بيكون فيها شغلة، بيجوا يعني ثلاث اربع كلاب على 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 باب الواحد بيكونوا. ايه يعني وبعدين الريحة، يعني واحد بكب شفاضلات أكل بتعرفي بتطلع ريحته يوم والتاني ما بقى بتتقارى. هذا شيء كثير انتبهنا انه انتم عم تحطوها في لسه الحاره اللي قبل، كان عم يحطوها على اطارات قديمه على دواليب قديمه. انتم عم تبتكروا طرق يمكن لحتى بس ترفعوها على الارض، او ممكن تحافظوا عليها مشان ما يوصل. يعني انا احيانا يكون قدام بيتنا حاوي مغلقه لحتى حطه، ولان الجماعه ما عم يجوا كل يومين والثالث والرابع احيانا. نحن قبلانين هي مشان قدام الكاميرا، نحن قبلانين انه يكون عندنا مو حاويات سلل
قابله للتغطيه مثل اي بلديه ماني كويسه. لازم واحد يتطوع يعني طموحنا ما نو خارج طموحنا نحن ما نو كثير هالعالي لا نعرف حجمنا الله يكون بالعون. بس على القليل الوسخ ما قدام بيوتنا يشيلوه لا ما تعودنا عليه هناك تعودنا عليه هون كثير نظاميين وكويسين بس هالفتره لا والله ما بدي اظلمهم انا بس حرام كثير هن ظالميننا بهالشغله مثلا بتقليلوا للسائق او لل تواصلوا معهم شخصيا شفتوا امبارح قلت امبارح عم قلت له لك يا حبيبي ليش هيك عم تتاخروا علينا قال والله اللي بيكون ميتور السياره خربان هاي مسؤوليتي بربي ميتورات السياره او والله ما في مازوت او ما في هذا حكي عيب ما بيصير الحكي انتوا كحرام يصير حساسيات بيناتكم بهذا الموضوع ولا لا لا, 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 لا ابدا اتفقتوا على القصه حتى هي النظافه الشايفتيه انت هي ذاتي ما نطلبين منه يجي ينسوا قدام بيوتنا نحن طالبين منهم بس هالزباله ما تضل 3 4 5 ايام لنحكي ونتصل لحتى يشيلوها لا نواجبهم التكنيس اكيد عفوا ليش نحن بنكنسوا يعني تعودوا علينا نحن كلياتنا نكنس قدام الباب هذا الشيء نحن بنعرفه انه غلط بس ما قلنا حرفي على القليل يلتزموا بترحيل الاكياس أيوة. بعدين ايام مثل ما عم يحكي العم انه بتجي مثلا الساعه 6 ونص 7 العالم كلها نايمه بيروحوا بيجوا ما حدا مطلع على القمامه لانه مثبتين موعد ولا مثبتين يوم يعني بس الصبح كمان احيانا 6 ونص او 7 بيمرق وبيروح خالص ما شاف شيء المساء بيجي عرفتي كيف بس بدنا نحن سبته موعد ما هيك طيب اليوم هاي جايتك بشغل اليوم قدام الكاميرا كمان انتم عم تقولوا لي بيجوا الصبحيات قديش الساعه هلا الساعه 12 هلا والله جايين بجوز حد مخبرهم أيوة. بجوز حد مخبرهم يعني نحن بدنا الساعه اليوم حتى جابوا 3 اليات بالصدفه يعني بيحملوا الكياس بيضل مدبوب نص الكيس على الارض يعني ما بيشيلوه نهائي اليوم جابوا 3 اليات صدفه يعني هاي بجوز جايين يعني خبر انه انتم طالعين يعني ايام زمان قبل ما يكتر السير على الطريق كانت المره مثلا تكب على بالحاوي هلا صار زحمه وكذا ما عاد فينا العالم تروح يعني صار كذا حادث مثلا من كتر زحمه السير مثلا ينضرب الولد ينضرب المرض ينضرب الزلمه قاموا اخر شيء جابوا عربيات عامل عادي ما يلحق جابوا السياره صار تقصير صار تقصير مثلا مرة جبنا تنك الجبنة يامتا كتير ضحكوني حطيتها جنب القمامة قلت له ليش ما شلتها قال هي مو شغلتنا قلت له كان بدها يعني هاي واحد اختصاصي مين الاختصاص بيكون هذا بالكرتوني وبهيك شغلة يعني والنفوس الله أكبر على هالنفس اللي عليهم يا حرام بزعلوا بس أنا بحترمهم بحترمهم هو عملهم شاق بالأخير بس المفروض فيهم يكونوا في تعاون بالعمل ومخلصين مخلصين لنفسهم قبلنا والله يعطيكم العافيه نحن اكيد حابين نضيفوا اسا شيء قبل ما ننتقل للجهات المعنيه ممكن توصلوا رسالتنا نوعدك نحن بهذا الموضوع تنويها المشاهدين على كلام الاخوه المواطنين انه ممكن اليوم بالصدفه اجت 3 اليات واجوا بوقت على غير المعتاد نحن اكيد ببرنامجنا سواء تم تسريب اي خبر انه نحن اجتنا شكوى ورايحين نحلها بمنطقه معينه ممكن عم يوصل خبر للجهات المعنيه فعم تسبق علينا نحن اكيد هذا الموضوع ما بيعنينا غير انه تنخدم المنطقه صح ويتخدم المواطن صح سواء عن طريقنا نحن اكيد اسمنا بنتمنى يكون موجود دائما لانه نحن فعلا شغالين على الارض بس اذا انحلت القصه عن طريق بدنا نحلها او قبل بدنا نحلها بشوي ما بيمنع المهم انه المواطن يحصل على الخدمات اللي بيستحقها واللي هو كمان كمواطن من حقه اكيد انه يحصل عليها بعد هذا الفاصل رح نتوجه للجهات المعنيه او يمكن حتى نرصد واقع حارات ثانيه خليكم معنا مكملين بحلقتنا مشاهدينا ومن حرص برنامج بدنا نحل على تكامل الخدمات المقدمة للأخوة المواطنين في أي منطقة إلى جانب شق النظافة نحن كمان سبق وتواصلنا مع المهندس مروان اسكندر رئيس القسم الشمالي للطوارئ بالمدينة وأطلعنا على واقع التمديدات والأسلاك الكهربائية بالمنطقة ووعد فعلا بحال توفر الكابلات أنه حيتواجد بالمنطقة ويقدموا خدمات تجديد لهي الشبكة بحي المنتزه هو حاليا مع الورشة أكيد متواجدين معنا ويعطيكم العافية أول شيء أهلا وسهلا فيك يا أهلا أوقاتك أستاذ خبرنا أنتوا إمتى بلشتوا بالخطة وشو الشيء الراسمينه أنتوا إلى هلا نحن بتوجيهات السيد المدير العام المهندس نزيه معروف في عندنا طبعا على طول من الدارس نقاط الضعف الموجودة عندنا بالمدينة طبعا نتيجة فصل الشتاء والأحمال المتزايدة وين في عندنا نقاط ضعف
بدنا نتلافاها، طبعا ضمن خطه للشركه كل سنه يعني. وهذه الخطه بتعرفي بتتضمن امكانيات ومواد وتوفرها. الحمد لله المواد يعني توفرت الحمد لله، هلا عم نباشر شوي شوي، وين في عندنا نقاط ضعف عم نحاول انه نتلافاها. من بين نقاط الضعف اللي بدنا نتلافاها هي بحي المنتزه او طريق بوقه بسموها، طبعا الشبكه كانت تنهار باستمرار نتيجه الاحمال غير طبيعيه، وان شاء الله يعني عم نطور شوي شوي ونغير فيه. طيب هلا انتم شو الخطه اللي راسمينها بعد هي المنطقه، او شو القدره او الطاقه الاستيعابيه رح تقدموها انتم كابلات للحي؟ هلا نحن عندنا مراكز جديده لسه ما انحطت بالخدمه بنفس الحي. كمان هذا الموضوع كله ضمن دراسة ومعدة للتنفيذ، طبعا ضمن اعتمادات 2018، والاعتمادات طبعا سوف تتوفر يعني خلال فترة من كت 10 أيام أو شهر بالكثير من ندخل حيز التنفيذ. المراكز موجودة بمكانها محطت، والخطة يعني طبعا كلها بدها تتطبق إجباري، يعني ما في توجيهات السيد مدير العام متابعنا بكل خطوة، وحتى عم ينزل على أرض الواقع وعم يتابعنا يعني، وهذا شيء مهم، لأني لما المدير العام بيكون معك على أرض الواقع بيعطيكي نفس اكبر. صحيح. يعني قدره اكبر للعمل، والحمد لله ان شاء الله يعني. ان شاء الله يعطيكم العافيه. حنوصل نحن بعدين مثل ما سبق وتناولنا بحلقه ماضيه موضوع مينا الصيد، إله هو حاله خاصه واستثنائيه، ولكن نحن صار متوفر الكابلات عنا. قدرتوا قيمه تقديريه للكلفه؟ انا في المقدم نادر على الاتصال معي باستمرار، يعني اتصال اخر اتصال كان من يومين ثلاثه، وقلت لهم انا يعني انه يعني يحتاج الموضوع الى كتب رسميه، لان نحن انه لمباشر بعمل ما فينا مباشر اذا ما كان في كتاب رسمي ودراسي معده يعني، وان شاء الله يعني وعد انه يقدم الامور ونحن انتم من ناحيتكم صرتوا جاهزين. جاهزين ما عندنا اي مشكله يعني. طبعا انا بتمنى اني احكي هالكلمتين. تفضل تفضل. الرحمه اولا لشهدائنا، وان شاء الله عوده مخطوفينا والشفاء العاجل لجرحانا، وتحيه حب واجلال واكبار للسيد الرئيس ولجيشنا البطل. ان شاء الله العام الجاي بيكون عام انتصار، وبتتحرر كل شبر من اراضينا باذن الله. ان شاء الله الله يسمع منك ويعطيكم العافيه. استاذ مروان رح ينضم لنا المختار، تفضل لعنا. اكيد مختار حي المنتزه، بتعرفنا بحضرتك مره ثانيه. سلمان كامل جعفر، مختار حي المنتزه. خبرنا عن متابعتك للامور الخدميه، نحن شايفينك حريص على وجودك بكل تفصيل خدمي بالمنطقه، حكي لنا عنه. اذا اولا لنكون مصداقين، الرحمه للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، عوده المخطوفين والمفقودين لذويهم باذن رب العالمين، النصر لجيشنا القائد بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. أنا كمختار عندي مذكرة بالنسبة لخصوص الكهرباء رفعتها للسيد المدير الأستاذ زي مشكور، وعلى اطلاع فيها السيد مروان عن كافة الأعطال الموجودة اللي هي ما تسبب لنا أشكال في قطع التيار الكهرباء بالحي. هني مشكورين، عندهم خطط للتنفيذ، مجرد ما صار عندي امكاني مجاوبين معنا لبوا فورا، لبوا واجوا وعم نشتغل. نحن لحد هلا مغيرين او مبدلين بالشبكه بحدود اكثر من 500 600 متر بالحي، اكثر من 20 25 عمود، حاطين سبع محولات اسعافيه، حاطين ثلاث محولات استطاعه 1000. مشاهدينا حاليا نحن موجودين مع المهندس المسؤول عن استبدال خطوط الشبكه بالمنطقه. يسعد اوقاتك وتعرفنا حضرتك. المهندس حيدر شبيب، رئيس شعب الصيانه الدوريه بشركه الكهرباء. كم متر نحن بدلنا بالحي وشو المحولات اللي اضفناها؟ نحن بدلنا اربع مسافات شبكه مهترئه. توجيهات السيد المدير العام دائما يعني الشبكات المهترئه نحن بنسعى لاستبدالها بالمقاطع الاكبر مشان استيعاب الاحمال الكبيره. دائما مثلا مراكز الصيانه الشماليه والجنوبيه بتقرر نقاط الضعف، ونحن بتوجيهاتهم يعني بنجي بنستبدل هذه الشبكات المهترئه بشبكات جديده. قد ايه بتستهلك معكم وقت؟ حسب
حسب كميه الشبكات حسب اطلالها يعني. لازم هون انتم قد ايه راصدين المنتزه وقت؟ ايه هلا المنتزه ان شاء الله الاسبوع هذا تقريبا الشغل كله هون بالشبكات هذه على مدار اليوم؟ يعني طبعا على مدار اليوم يعني احيانا نحن بنتم الساعه 4 5 بالشغل يعني دائما شغل ميداني صعب يعني، ودائما السيد المدير العام دائما بيجي لعنا يعني بتم معنا احيانا لبعض اشرف عليكم وبعطيكم الدفع دائما يعني بيعطينا دعم معنوي كبير كثير يعني نحن بنتشكره عليه، والشباب كلهم يعني شباب شغالين وخوضايات يعني وتموا اكيد احنا بنفخر فيكم يعني انتم بالكهرباء عنا. يسعد اوقاتك ويعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا رب. يعطيك العافيه مشاهدينا، لكن نحن فاصل وراجعين. نحن باي منطقه؟ دعكم بسنادة. كيف واقع النظافة عندكم؟ نحن عم نشوف الشوارع الفرعية. واقع سيء جدا جدا، ما في عامل تنظيفات، في ثلاث مدارس فيهم شي 3000 طالب ولا عامل تنظيفات، احيانا بتضل الزبالة يومين وثلاثة، تيجي السيارة يا دوب يشيلوا كيس كيسين وضل ماشي. نحن عم نحكي على الزبالة اللي عم تضل كمان على طرف الرصيف. حول المدرسة الطلاب، نحن بيهمنا نظافة مشان الطلاب، في 4000 طالب صغار وحضانة. رحتوا لجهات معنية بالموضوع؟ تواصلت مع حدا انت او حدا بالحارة؟ الجيران كلها نفس الشكوى يعني، بس ما حدا معمر، ما في مهندس مو شايف عليه. شفتوا شي مرة انتوا حدا من المسؤولين عن السيارات حكيتوا بسوق السيارة؟ ما شوف هذا ما له مسؤول، اللي بلم الزبالة بدور على البلاستيك وعلى الشغلات اللي بتخص فيه لحتى. طيب العمال النظافة اللي معه يلي عم يشيلوا الاكياس او عم يحاولوا ينظفوا بايدهم، ممكن انتوا تتوجهوا لهم بالكلام؟ وجهنا الكلام، في كادر يتابعون يعني بشكل نظامي وتابع نظافة الشارع وما يترك الزبالة يوم ويومين. طيب من امتى هذا الواقع نحن عم نشوفه هون؟ من بداية عام الدراسي، ما في حدا يعني، ما شفنا حدا يعني، ولا مسؤول مر على الحارة شاف مثل ما شايفه. مرت السيارة اليوم؟ ما شفناها اليوم، لساتها الزبالة مشلوحة. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. مشاهدينا نحن باتصال هاتفي مع المهندس ذوالفقار مظلوم مدير النظافه باللاذقيه. يسعد اوقاتك استاذ. اهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك استاذ. نحن كنا اليوم بجوله ببرنامج بدنا نحلها، طبعا جلنا بعده مناطق، كانت الشكوى الرئيسيه من حي المنتزه، وللصدفه شفنا سياره النفايات عم ترحل يعني تقريبا على موعد وصولنا، فنحن حابين نسأل شو الترتيب انتو عندكم بالتنظيف بهذيك المنطقة؟ اولا سيارة التحويل هي سيارة نفاش بشكل يومي، واحيانا اذا في شيء زيادة كمان بنبعت مساء سيارة، وسيارة الحواية بتطلع بشكل يومي يعني مع المنطقة، وكل نصف شهر او كل 10 ايام بنبعت وسيلة كنس آلي، وهي المنطقة مخدمة بعاملين يعني معك من طريق القيادة البحرية على اليسار. تمام تمام. طيب استاذ هلا اي شكوى نحن واي شكوى يعني ما يعني نحن بنعرف انكم متعاونين. هي لقلك شغله، نحن كنا على اساس يا استاذ كنا على اساس نكسب ببرنامج بدنا نحلها، نرصد الواقع ونلجا لكم، وانتم فعلا دائما بتلبونا، بس هالمره انتم مسبقين علينا. لا والله ما بنعرف نطلع نحن المهم انه نوصل بالاخير لخدمه المواطن بغض النظر عن اي شيء. اكيد انا بتمنى يعني قبل ما نرجعوا ل ل ل مع احترامنا يلجؤوا لنا اذا ما عالجناها. نحن دائما نسال اذا عم يلجؤوا للمعنيين. هلا بدي اسال حضرتك سؤال. ايه بدي اسال حضرتك سؤال، نحن بحي المنتزه بالحواري شيل الشارع الرئيسي على جنب، ما شاهدنا اي حاويات، فالعالم عم تضطر تحط حواويات. اولا ما تنحط حاويات بالشوارع الضيقة، تنحط سيارة الحاويات الطبيعية. اثنين الاهالي نفسهم يعني ما بيرضوا يحط حواية. هلا يعني كانوا عم يقترحوا، بعد اذنك رح انقل لك انا الاقتراح، انه لو عندنا نحن سلات قابله للتغطيه مثل اللي كانت تتوزع ايام زمان البلاستيك، اذا ممكن يستفيدوا منها على القليل مشان يحموا حالهم من الحشرات. صعب الاقتراح شو فيه؟ صعب. السلات بعتقد يعني بتنفق الفور.
طيب يعني سلات بلاستيك اولا غالي، وثانيا ما انا عملي، ما انا عملي للحواري، حواري في سياره تحويل عم تمر فيها. طيب ما نحن يعني رح نضمن منك انه حيمروا اسرع واكثر من المتوقع. تليفوني عند المختار، عند اي واحد عنده شكوى نحن جاهزين خلال 24 ساعه. ما تحققت الشكوى 24 ساعه يلجأوا لاي جهه؟ لا للي بدهم اياه، اللي يرجعوا لبدنا نحلها. أكيد رح نحلها مع حضرتك. أحيانا بتصير في إشكالية بالآليات، صحيح كثيرة أو شيء طيب. المكب، ولكن أي شيء نحن قادرين عليه. طيب أستاذ رح أنتقل معك باختصار للمناطق الثانية اللي شفناها، كنا كمان بالدعفور لاحظنا نحن في نظافة ببعض الحاويات الأساسية. بس لأقول لك شغلة واستوقفنا نحن للأمانة يعني صدفة. رجل كان عم يحكي انه عند مدارس، تجمع المدارس هناك عند الشهيد غسان زوان، كان في ايوه كان في مشكله انه في يعني في زباله على الارض عند المدرسه، عند باب المدرسه. عم يقولوا انه ما في عامل، ما في عامل عم بيشيل يدويا بهذيك المنطقه بالمره. اعتقد انه ساتور يمكن عم تشهد اضافي غير مسبوقه، يعني بتحاول تفرغ الحوايا بشكل يومي. ايه نحن ما بدنا الحوايا، نحن بدنا عند المدارس لو نأمن لهم عامل نظافة يومي بعد إذنك. هو في مشكلة بالعمل، لكن ما يعني ما فيني وهذا الشيء ما قادر أحققه، في مشكلة شوي بالعمال، بتعرف وضع العمال يعني كل القطاعات في نقص في موضوع اليد العاملة، ولكن هلا في مسابقة فيها 123 عامل يمكن نظافة بشكل أفضل سنويا، متى ما إيش الكتلة هاي إن شاء الله خلال شهرين أو ثلاثة تنحل كل الأمور. وموضوع الدعتور حتى موضوع الدعتور يعني عندنا ورش كنس آلية عم نحاول نعوض النقص هذا من خلال ورش كنس آلية. وفي نقص بالحاويات كمان شهدناه هناك. لا لا ما في نقص، بس معي فعلا طلب للسيد رئيس مجلس المدينة، هو طلب كمان هذا الموضوع، أخذ 100 حاوي إن شاء الله. طيب اما موضوع العمال نحن اخذنا منك وعد مبدئيا بس تحصل مسابقه نحن رح نهتم بالدعتور كعمال عند هي المدارس تحديدا. طيب اخر شق نحن بحديثنا رح يكون نحن حاليا متواجدين كمحطه اخيره بالسكن الشبابي، هي منطقه سكنيه جديده، الحوايا كثير قليله، عم يقولوا الشباب كانوا انه ممكن عم تضل 4-5 أيام لتترحل، وعم يضطروا ينكب على الرصيف لحتى يعني الطاقه الاستيعابيه مشكلة أساسية هي المواطن على فكرة، يعني 60-70% مشكلة المواطن. نعم نحن ما عم نرمي اللوم، هو اللوم مشترك على الكل أكيد. مديرية النظافة عاجزة إنه إذا ما كان في تقيد توصل إلى حد جيد من النظافة. عم نشتغل نحن ضمن إمكانياتنا وين نرجع بكل أي شكوى نحن جاهزين لمعالجتها. بس كمان شوي تعاون المواطن، شوي تعاون، ما بدنا كامل تعاون، شوي تعاون. طيب نحن موضوع الحوايا هون انت قلت لي ممكن نحن بعد خلال شهر يمكن يبين شيء موضوع الحوايا، ورح ناخذ بعين الاعتبار السكن الشبابي اكيد كمنطقه توسعيه مهمه. طيب في اي خطه جديده انتم ممكن عم تتبعوها هالفتره بمديريه النظافه؟ والله الخطه هي انه نحافظ على مستوى جيد من النظافه، استوجي المحافظ، استوجي السيد رئيس المجلس كمان انه ما بده اي بؤر او اي شيء مهم التعليم، والحال الحمد لله يعني مسيطرين على الوضع الحمد لله. في شيء برجع بقول لك، اي شكوى موجودين بتمنى يتواصلوا معنا مباشره. ونحن بنتمنى هيك، نحن بنتمنى دائما نكون الملجا الاخير للمواطنين. واذا ما تعالجي حق يلجاوا للجهه المدنيه يعني. صحيح. طيب يعني طيب احنا الا ما في بعض الزوايا ممكن الواحد اكيد ينساها او شيء، لا بس يعني بتمنى يلجاوا يعني يكون اتصال معنا مباشره. اكيد ونحن موجود رقمي وموجود رقم المكتب وأي شيء نحن جاهزين للتقبل. أكيد ونحن على وعودك بموضوع الحاويات وعمال النظافة أكيد. لا لا أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. يعني الخطة هاي لما تحكي على الخطة بهالاتجاه هذا، توفير عمال لا توفير حاويات. إن شاء الله إن شاء الله، نحن رح نضل مواكبين لهذا الموضوع وشاكرين تعاونك أستاذ. أهلا وسهلا. يا هلا يا أستاذ. هلا هلا سيد ذوالفقار هلا.
مشاهدينا، نحن كنا بنفس الموقع ب 18 الشهر وصورنا الحلقة، اليوم نحن بالتاريخ 21 الشهر، بعد ما أخذنا وعد من مدير النظافة بمتابعة موضوع التنظيف بهي الحارة وبالمنطقة عموما، اكتشفنا طبعا بإخبار من الأخوة المواطنين أنه رجع تم التقصير بهذا الموضوع. نحن معنا عينة من الأخوة المواطنين اللي كانوا معنا، أكيد السيدات اللي قاطنين بهذا الحي، ليحكوا لنا ليش هيك صار وشو ممكن يكون برأيهم السبب بهذا الموضوع. تفضل، عندي سعد أواتي. يلا حبيبتي خبرينا. نحن يوم كنا عندكم لهاليوم شو صار؟ ما اجوا، والزبالة قدام الابواب مثل ما شايفتي مكومة وعايمة، والجرادين بتسرح وبتمرح. والله يعطيك العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية. خالتي كيف الوضع؟ كم يوم صلنا نحن ما شفنا عمال نظافة؟ صلنا أربعة أيام. أربعة أيام. لما كنا عندكم آخر مرة. أنا وجود المساء الساعة 12 باللي رحنا على الطريق وصلنا الوسخ على الطريق انا وجوزي، يعني افينا بالنهار ولا الصبح ولا الظهر لانه سيارته زحمه، بتعرفي انت وبعيد الحو يعني كن لو انها على الطريق قطع الطريق من ميل لميل افيني انا اقطع، والله بتعرفي السيارات وهي. انا بالليل رحت كبيت ازبال ولا عامل نظافه لا صبح ولا مساء، لا 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 ولا حدا ما اجى، لا والله. طيب. صار مثل ما شفتوا، شفت عنكم ليك من اول امبارح لهلا ليك الزبالة كيف كلياتها مكومه. والله الحق صار البق عم يعضنا، يعني صحيح الدنيا شتي بس عم تجي البق، عم يجي البق. اي والله هيك. طيب يعطيك العافيه. شكرا لك. يعطيك السلام ودياتكم واهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله نقدر نتابع الموضوع ان شاء الله. يعطيك العافيه. في اخ رح ينضم لنا، يسعد اوقاتك. اوقاتك. كيفك؟ الله يسلمك. كنت معنا انت بالاستطلاع قبل، شو صار من لما كنا؟ صار بعد ما حكينا نحن قرروا يمكن يعاقبونا فما كانوا يبعثوا بقى السيارات، هي شايفت عينك هي. انت اللي وقتها قلت انه على ما يبدو هن اجوا للتزامنا مع جيد، انه هن سمعوا انه انتم جايين فبعتوا كسفوا انه السيارات مشان يشيلوا القمامه، وهي شوفت عينك تركوها. انه لانه حكينا نحن كلمه حق، بدنا مطلب صغير يعني ما لنا عم نطلب منهم شيء، هذا حقكم، بس عباره عن انه يشيلوا لنا هي، ما عم نقول لهم كنسوا قدام بيوتنا تركوها. يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد هذا تأكيد على الموضوع اللي نحكى قبل، أنه على ما يبدو كان في إخبار عن وجودنا بهداك اليوم فتم التسبيق علينا بقصة التنظيف. هي أرى الأخوة المواطنين بلسانهم، فعلا الشكوى لساتها قائمة ولقوا يمكن زايدة أكثر عن قبل. رح نحن نتواصل مع الجهات المعنية لنشوف شو ممكن يكون ردهم على هذا الموضوع وتبريرهم، لأنه إذا ما في تبرير فهي كتير مشكلة كبيرة. خليكم معنا هذا الفاصل ومن نرجع. طبعا مشاهدينا نحن باتصال هاتفي هلا مع المهندس زلفقار مظلوم مدير النظافه اللي سبق وحكينا معه، وعدنا انه يتم الترحيل الدوري لهي المنطقه. مالو. صباح الخير استاذ. صباح النور. كيف صحتك؟ انا مي اسماعيل من برنامج بدنا نحلها. اهلا وسهلا. كيفك؟ يا هلا وسهلا. نحن حكيناك من 3 ايام اذا بتتذكر على موضوع النظافه. ورجعوا الاخوه المواطنين بمنطقه حي المنتزه علقوا على موضوع عدم الترحيل. نحن هلا رجعنا، طبعا انت هلا بتسجيل بالبرنامج، رجعنا هلا على المنطقه والاخوه كثير مستائين وفعلا الزباله بالشوارع. عفوا بس دقيقه. يلا تفضل. لا مش بدل هلا يعني ثاني مره على الحمام، هذا الحمام وين بالضبط؟ وين بالضبط؟ يا انتي مي. ايوه استاذ. وين بالضبط الحمام؟ نحن وين بالضبط صايرين؟ صايرين عند القياده البحريه وراها. ايه ورا القياده البحريه مقابل مشتل البوقة. مقابل مشتل البوقة. ايوه. طيب هلا راح المهندس عمار يوصل لعندكم مباشره. طيب هو المخول والمكلف بالموضوع بالاجابه عن اي تساؤل؟ هو المخول والمكلف. ايه. طيب انت يعني عندك وين فكره بالضبط؟ انتو وين بالضبط انت يا استاذ؟ محل ما قلت لك يا استاذ. ثواني استاذ شوي. بدي عازبك تعلي صوتك شوي اذا بتريد. وين بالضبط انتوا على توصل؟ محل ما قلت لك نحن متجمعين ورا قياده البحريه عند مشتل بوقه مقابيله. عرفت المحل وينه؟ على كل في جاي حكينا على هذا الرقم، ما أنا مشكلة إذا قرب المنطقة فينه يحكينا. لا 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 بس بدي يكون عندك صوت وصورة، مع إنه بقى صوت. إيه صوت وصورة لكن تلفزيون نحن. فكرة ميوني. طيب يا أستاذ ذوالفقار بس عندي سؤال لحضرتك.
سامعني؟ ايه سامعك. لانه انا ما كثير عم بسمعك منيح. انت حضرتك عندك اطلاع على دوريه الترحيل بهي المنطقه؟ يعني طبعا عندي اطلاع، اذا ما عندي اطلاع معقول ما يكون في مراقبين وفي دائره عم بتشتغل يعني انت؟ كل باقي الدائره انا اكيد. طيب هن المفروض انت وعدتني انه كل يوم يتم الترحيل وهذا الشيء ما عم بيصير، فمعناها لازم يكون عندك علم. شو التبرير برايك؟ الترحيل عم يتم يوميا، بس احيانا ممكن يكون في ضغط عليها. في ضغط؟ ما انه ما بتعرف يوميا عم يتم الترحيل، يعني هلا انت شايف المكان اللي انت الحوايا. طيب هلا اللي رح يجينا لك المهندس المسؤول نحن رح نفهم منه اكثر، الصوت ما كثير واضح. ما في مشكله، خليه يحكي معنا في حال ضيعنا. يعطيك العافيه. هلا شو كنتي بدك تضيفي؟ تفضلي. ايش معنى لما كانت الازمه باوجه تجي السياره يوميا، وهلق لما الله سبحانه وتعالى فرجعها هالبلد الزباله بدها تغطينا؟ ليش؟ معيب. شو بيقصدوا فيها؟ هذا اسمه تخريب وفساد. والله يعطيك. ما في تبرير يعني اكثر من هيك. ما بنتقبل هالحكي نحن، هاي يعني حجي واهي. ما في مازوت، هاي ما مسؤوليتي. الحمد لله المازوت عم يفور مثل النبع، عم نشوفه بعيوننا، والمازوت معبى البراميل والمازوت معبى الخزانات. شلون ما في مازوت؟ لا في مازوت، وعيب هالحكي. هلا المهندس شو بده يحكي لنا؟ ضلوا معنا انتم بوجود المهندس. طبعا أكيد. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا، لكان لبين ما يوصلوا المسؤولين هذا الموضوع، يعني اللي هن بيطلعوا على الارض الميدان ليشوفوا اي تقصير صاير. خليكم معنا بعد هذا الفاصل، بنرجع لنستكمل معهم. مشاهدينا، لبى الدعوه سريعا اكيد مشكور المهندس عمار قصيري رئيس دائره النظافه. يسعد اوقاتك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. طبعا نحن معنا هون الاخوه المواطنين اصحاب الشكاوي. نحن في عنا بس رح انقل لك كثير باختصار شو حكوا هن معنا هذاك اليوم. المنطقة هون كان يتم الترحيل فيها أسرع من هلأ. كان في عنا يمكن تنظيم بالوقت، نحن كان في وقت محدد يجوا فيه العمال يرحلوا فيه. كان في سلاسة أكثر بالموضوع. كنتوا انتوا هون، يعني العمال كانوا هون من يومين الثالث لما كنا موجودين، غابوا هاليومين، فنحن رجعوا قالوا لنا انه يا جماعه بعد ما رحتوا ما عاد شفنا شيء. فنحن بدنا حكيك انت كمسؤول معني بهذا الموضوع، ليش هيك عم بيصير بشكل عام؟ شو الترتيب اللي ممكن تعملوه؟ وانت لو وعدتهم بتاريخ معين بموعد معين هن رح يلتزموا فيه لو ما كان كل يوم؟ لا بس اهالي الحاره هون والحي بيعرفوا انه نحن في التزام بشكل دائم بشكل يومي كان بترحيل القمامه، بس نحن عندنا اليه لكل منطقه، مناطق الحارات الشعبيه في اليه مخصصه للعمل. يعني ممكن الاليه الصبح يكون نضرب دولاب ويكون في عطل معين يوقف الاليه، نضطر نحن يعني انا اذا بدي اسحب اليه منطقة تانية عهد المنطقة بدي اضطر المنطقة التانية يتأخر عليها يوم كمان، ممكن الآلية تتأخر. على مثلا هم متعودين كانت تجي دنبر، في دنبر بيحول بالمنطقة هون سيارة بتحول هون، كانت تجي بشكل يومي تفوت على الحارة هون في بعد معين 8 9 الصبح، في ما كانت تجي يوميا يعني. لا ما بقى عم تجي من شهر، صار لها شهر عم تجي يوم ايام. لا اغلب الاحيان ثلاث ايام وعلى الرابع بتجي. لا هلا نحن حسب معلوماتنا اغلب الاحيان يوم اي يوم، لا حسب الامكانيات الموجوده نحن. الدولاب بينزل الدولاب كل يوم يعني. لا خليك شغلي دائما هلا وقت الاليه عم تتحرك وعم تشتغل صبح ومساء، نفس الاليات عندنا عم تشتغل صبح ومساء، ممكن يصير عطل طارئ باي اليه تضطر الاليه تتاخر عن العمل، بدل ما يشيل ثلاث نقلات باليوم شال نقلتين، وبدل نقلتين صار يشيل نقله وحده. هذا الحكي بيأثر يعني على كائنه بمقطاع معين ومساحة معينة عم يشتغل فيها، ممكن يتأخر يوم آخر يوم يومين عادي بس يعني ما كل يوم يعني. كل يوم شهر هلا نحن المدينة مقسمة هي بدي لك سؤال هن هذا القطاع بالعادة المفروض صباحي نحن المدينة أي ساعة يعني الصباح قلب البلد يخدم ليلا وضواحي المدينة تخدم نهارا بالنسبة لسيارات الجمع والترحيل اللي هي عم تشتغل مع عمال بالحواري يعني وقت اللي عم يصير عندنا عطل عم نحاول ندارك العطل حتى ليلا أحيانا بالنسبة للآليات يعني وأي نحن طبعا أي شكوى أنت سبق وحكيت أنا ولقاء سابق معكم في أرقام هاتفنا موجودة وخلال ساعات قليله ما راح اقول اليوم او 24 ساعه خلال ساعات قليله عم تعال الشكوى باي مكان كانت موجوده اجى التلفزيون من 3 ايام فهمت عليك هاي هلا صار من 3 ايام ما اجوا هاي شكوتنا يلا تفضل كانوا على ارض الواقع هن يعني هلا 3 ايام ما صاروا 3 ايام هلا انتم اول امبارح كنتوا هون يمكن ما لا والله مثل الان اللي قبله يعني اليوم الثالث يومين اليوم الثالث لا على راسي بس عم اسال انا لانه انا جاني اتصال هاتفي من المختار هلا نحن بشكل ميداني موجودين صبح ومساء مع العمال والعياد بالشوارع مع المختار دائما انا دائما على اتصال مع المختار ابو رائد بشكل دائم حتى المختار
لا لا، ما بس مختار، ما بس مختار المنطقة هون، ما بس مختار المنطقة هون، مع جميع مخاطير المدينة في اتصال مباشر معنا، كونه هو المعني بالموضوع بالدرجة الأولى. يعني هو يتواصل مع كل حدا فيكم. أنا أي هاتف بيجيني شكوى برد علي خلال، عم قل لك يعني، أو بتجاوب معه وبنعالج الموضوع خلال ساعات قليلة، بس بشكل عام في اتصال مباشر مع المخاطير. أي مختار بيصير عنده عجز أو كسر أو خلل معين بعمل الآلية بمنطقته بيخبرنا. طبعا المختار المخاطير عم يستنونا، عم يتساعدوا معنا كثير. نحن هيدا المشكلة. ممكن مثلا هلا ممكن حارة هون في خلل من العمال، من السائق، تقصير بجهة معينة، نحن ما بننكر ممكن الشيء. نحن حطيناه على مستوى، ما شكينا على مستوى، خليك معي على نطاق واسع. الأمور نطاق واسع. أنتم مشكورين لا لا، يعني نحن ما نكون منصفين. حتى هنن لما اجينا أول مرة حكوا إنه كنتم متعاونين، بس تسمح لي إذا بتريد بهالكلمة. تمام، نحن أنتم كدائرة يا أستاذ عمار، أكيد في سبب للموضوع، يعني في سبب للموضوع إن شاء الله. تبحث فيه، أنت كرئيس دائرة رح تبحث فيه. نحن برجع بأكد من منبر بدنا نحل، نحن ما منشك بأي مؤسسة بالدولة إنه ما عم تشتغل صح، ونحن من واجبناك على منضوي على أي خلل ممكن يصير، أنت بجوز ما يوصل لك. أكيد، وهن أصحاب شكوى محققة مدينة. بس بعتبر أي شخص، أنا أي مواطن بيشيل تليفون، بأي مواطن بيشيل تليفون وبيحكي معي سواء أو مع السيد المدير، هو عبارة عن عين إلنا موجودة بالمنطقة. هلا تحت الهواء، تحت تسجيل، رح يأخذوا أرقامك المباشر. رقمنا شو بدنا نوعدهم هلا اليوم بحل هن؟ لألك شغلة، أنا لو محلك ممكن أقترح شيء له علاقة بتظبيط موعد معين يلتزموا فيه. لو كان كل يومين على نفس الموعد، نحن رح نثبت على نفس الموعد. فقط الساعة، قصدي الأيام. لا حتى على الأيام، يعني رح نرجع، رح نثبت على نفس الموعد، وأكيد رح الموضوع رح يتعالج. حتى أبلغون عن طريق المختار. الأهالي اللي بيعرفوا، الأهالي متعودين، يعني السيارة مو يوم واثنين صار لها بتجي لهون، صار لها سنوات، والناس متعودين إنه بهالتوقيت بتمر السيارة، إلا في الحالات الطارئة ممكن حكينا يمر يوم. هلا افتراضيا شو بده يثبت لهون؟ أنا قبل ما إجي لهون منك إلون مباشرة. هلا قبل ما إجي لهون أنا حكيت مع السيارة لحقتني على الطريق، يعني طبعا سحبت سيارة من منطقة ثانية، يعني مشان على أساس إنه في مشكلة هون، مشان نعالج المشكلة، وإن شاء الله أقل من ساعة الأمور بتكون محلولة. ولا بعدين؟ بعدين نحن والأخوة المواطنين دائما متعودين منضوج شوي، من عصب شوي، بس الحل موجود أكيد، يعني بيتحملونا متحملين يعني. تسلم بدنا حل طبعا. انتوا محقين بطلبكم للحل. في عندك متوسط ممكن ايام توعدون فيه، يعني كل يومين الثالث ينظموا هن حالهم على هذا الاساس بشكل عام؟ تجي ما 7 ونص احيانا في عالم تكون فائقه، لقل لك بتروح السياره العالم بتطلق، خلت قعدت مع العالم بتكون كلها فائقه. احيانا 7 هون بتكون، احيانا 7 بيكون. هلا بدي اعتب على شغله، انه نحن كمان هن عندهم كثير مناطق، ما فينا يا خالتي خليكي معي تماما، ما فينا كل واحد على فئته. الله يجوا كل يوم، نحن ما عم الميتة او بالميتة يوم اي يوم، لا انتم بتنظموا بيوتكم على هالاساس هيك، يعني واحد بغطيه بغلفه على جنب، وبعدين لا بحساب ايام بيعمل حساب. ايه طبعا، بس هيك ضايعه، ما صعب الضايع يعني. معناها مثل ما اتفقنا نحن على وقتك اللي بيناسبكم، لكن مشان يكون صوره الوضع للناس كلها، يعني الجميع شوارع واحياء المدينه ترحل بشكل يومي، واي شارع عم يتاخر لثاني يوم ليس يعني ما ناجم عن تقصير، ناجم عن سبب وجيه للتاخير. يعني طبعا قلت لك نحن الضواحي يخدم صباحا ومركز المدينه يخدم مساء بالنسبه للحارات الشعبيه الجمع والترحيل، اما بالنسبه للحوايا جميع حوايا المدينه تفرغ يوميا خلال الورديه الصباحيه والورديه المسائيه، بالاضافه الى تحريك تركسات وقلابات مشان ازاله التجمعات القمامية العشوائيه طبعا ناتجه عن رمي العشوائي. هلا انت اعطيتنا حل مبدئي، ما قدرت تعطينا تفاصيله للحل، انه في ايام معينه او في ساعات معينه بشكل يومي، في ساعات بشكل يومي بين 8 وال 9 ونص صباحا راح تمر السياره بالتزم الاخوه المواطنين بهذا الموعد. ونحن في حال لا سمح الله بنتمنى ما يصير اي خلل، ولا يحتاجونا غير بالخير. اذا صار اي شيء هي رقمك رح ياخذوه بيرجعوا اذا بدهم. هو متعاون جدا الاستاذ، ما بيوشك انت فعلا متعاون، بتلجأوا لنا كمان نحن بالخدمه، ما في مشكله، نحن شاكرين تعاوننا. شكرا لكم، شكرا. رح نقوم انتظار السياره، نصور هلا الترحيل. تمام يلا تضلوا بخير يا اكرم، شكرا لك، يلا يعطيكم العافيه. مشاهدينا، لكان مع الاستاذ عمار والاخوه المواطنين، شفنا انه نحن وصلنا لحل مبدئي ووعد منه الاستاذ عمار بحل هاي المشكلة نهائيا، وإن شاء الله ما بترجع تتكرر. من كادر بدنا نحلها. كل التحية لكم، ودائما كونوا واثقين بإعلامنا، وكونوا واثقين أنه نحن بخدمة الأخوة المواطنين. بشوفكم بخير بحلقات قادمة، إلى اللقاء.